صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. بصي بقى قولي لنا اخبار اخبار ورق عنب ايه؟ 80 جنيه بشاير، ده يعتبر بشاير 80 جنيه. انت بقى يعني هنقول ان هو احنا الاسبوع ده كله فيه شراء الورق العنب، كان اغلى من كده ولا ده ولا ثابت على السعر ده؟ ده بشاير 50 و45 و35، يعني كان اقل من كده. يعني يعتبر من اول اسبوع كان 50، بدا نقول مثلا غلى عشان قربنا على رمضان والناس عايزه ورق عنب. طيب قول لنا بقى فول حريتي اخباره ايه؟ ده بسله، دي فول حريتي، ده موسم الفول الحريتي والناس كلها عايزاه، بكام بقى؟ خلاص ده كده كام؟ 15 و15 و12 و10، حسب حجمه؟ ده مش حجمه، الطازه بالقديم، يعني القديم ممكن يبقى رخيص يوصل لكام القديم؟ القديم ب 8 جنيه زي ده كده، ده ب 8 جنيه ده بكام؟ ب 8 جنيه. طب ده ب 12 جنيه. طب والبسلة اخبارها ايه؟ البسلة 25. 25 نعتبر برضو سعرها، طب كانت اقل من كده بتهيألي الفترة اللي فاتت؟ ايه؟ ما كانتش حلوة، دي حلوة. طيب اخبار السبانخ ايه بقى؟ ب 10 جنيه، ب 10 جنيه. والخضرة او الحباش يعني زي ما بيقولوا عليه البورسعيدية، البورسعيدية بيقولوا عليه حباش وبيقولوا، فانت منين بقى؟ انا مش شرقية. بتيجي تبيعي هنا؟ لا انا مجبره هنا وساكنه هنا. تجارتك هنا يعني. انت مميزه بانك قاعده فوق العربيه، اسمك ايه بقى؟ اسمك ايه؟ ام سلمى. زي ما احنا شايفين كده صباح الرزق الحلال، ام سلمى قاعده فوق العربيه وبتبيع الخضار، وخلاص ايام وايام قليله قوي وداخلين على رمضان. هنقول لك صباح الفل وناخد منك المايك بقى ونتحرك في السوق. الف بركه. هنيجي لحضرتك بقى ونسالك على الاسعار. امسك المايك كده. اخبار التوم ايه النهارده؟ ده ايه، البصل ولا التوم؟ ابيض واحمر. الابيض بكام؟ والاحمر؟ يعني بالحجم، مش بالحجم يعني، ده عامل كام؟ 25 جنيه. الصغير ده ب 15. خلي المايك معاك، خلي المايك معاك. ده كام؟ وده ده ب 25، يعني ده 25 وده 15 وده برضه 25. ساعات برضه بنسمع برضه 2 ب 45. طب ما تقولينا على البطاطس اخبارها ايه؟ البطاطس النهارده 8 قلت لي، دي بكام؟ دي بتتسلق، دي بكام؟ تحمير دي من دي، بس ده احجام، ده بكام مثلا؟ وده ب 10 حسب الحجم. والطماطم؟ الطماطم عندك 8. تعالى نقرب. بكام بقى؟ كيلو ونص ب 10. ده كيلو ونص ب 10 وده 8، دي ب 8، هناك عنده ب 5. ليه ما انت شايف كده؟ طب تعالى نقرب على البصل بقى ونشوف بقى البصل الابيض بكام؟ اخباره ايه بقى؟ بكام؟ ب 13 ونص البصل الابيض. هنقول لك ايه؟ طب انت متوقع ان الناس كلها طبعا دلوقتي في اقبال على الخضار عشان اول يوم رمضان، الاسعار بتعلى انتوا بتغلوا على الناس بقى عشان الموسم ولا ايه؟ اخد 5 كيلو دلوقتي اخد كيلو. تمام، ثانية واحدة. ايوه انت بص الخضار ده، بص انت يوم طالع صورة كل يوم نازل، بس هو بقى له يومين كده الاسعار بدأت تقل. طب تنزل. البطاطس ريحت. البصل الابيض ريحت. التومه ريحت عشان هيكتر بس. تمام. زي الفل. عقبال كده اول يوم رمضان تكون الحاجه رخيصه كده، ربنا يجعله شهر خير علينا كلنا. العامل الاساسي في رمضان صنف 2 3، اللي هو بطاطس بصل طماطم، دول اساسي. دول مريحين. الحمد لله. عقبال باقي الخضار. عقبال ورق العنب اللي ب 80 جنيه ده لسه بشاير بيبقى غالي. ده مش ورق عنب ده. ده لسه صغير طريقه. نخش شويه على بقيه ال 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 ثانيه واحده. السوق ونعرف بقيه انواع الخضار. هنا البصل الاحمر اهو عليه 30 جنيه. وهنا الطماطم هنا ب 8 وب 10.
اهلا بحضرتك. انا بصور. عايزين بس نسالك اخبار البتنجان ايه؟ ممكن تاخد المايك تعرفنا السعر؟ عرفنا السعر. البتنجان بتنجان بكام؟ ب15. البتنجان ده المكبب ولا المحشي؟ لا ده البتنجان المكبب ب15، والمحشي ب20، والفلفل الرومي بكام؟ ب20. طب والجزر كيلو ونص ب10. تمام. طبعا اخلص حضرتك. لكل مشاهدينا ومتابعينا ومتابعين موقع المصري اليوم، احنا معاكم من داخل سوق الخضار في بورسعيد. زي ما احنا شايفين نقول صباح الخير وصباح الجمال وصباح الرزق الحلال. قدرنا نعرف اسعار الخضار الاساسي اللي كلنا بندور عليه، سواء كان البصل الابيض والاحمر واسعاره، والبطاطس والطماطم. وزي ما احنا عرفنا كده ان البطاطس بدا والبصل والطماطم سعرهم يقل شويه، وده شيء كويس. ولكن في طبعا بعض الحاجات الاساسيه زي الكرومبا. نحاول نسال. السلام عليكم. كرومبا بكام؟ كرومبا ب10. الكرومب ب10، زي ما احنا شايفين دي السلع الاساسيه اللي نعتبر بالنسبه لاول يوم رمضان، والناس كلها بتعمل بط ومحشي، واحنا بنسال على الحاجات دي. زي ما احنا شايفين كده تعتبر الى حد كبير جدا سعرها معقول.